السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده الإخوان كلشي بخير وعلى خير، نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. إخوان، نزول عن طلب ديال بعض الأصدقاء وتلبية الأسئلة اللي كيطرحوا علينا بالنسبة للمنتوجات اللي كنستعملوا في ليرفاج ديالنا. مي كنقول منتوجات كما كتشوفوا، راه اللي يقدر يشوف مثلا دابا هاد المنتوجات كامله يقول لك هادشي راه بزاف وغير طبيعي ولا هذا، هذيك اراء كتختلف، كل واحد عنده الراي ديالو، وحنا نعطيكم الراي ديالنا، ما كيعنيش انه هو الراي الصواب ولا هو الراي اللي خاصو يتبع، لكن كاينين بعض النقاط اللي ما كتخفى على حتى شي واحد. اننا مثلا هاد الادويه ما كناش كنستعملوها، وكاين اللي غادي يقولها دابا يقول لك لا هاد الادويه راه حنا قبل كنا كنعطيو غير الزبون الماء وكانت الامور بخير ولا خير. طبعا حنا كنا كنعطيو الزبون الماء وكان الامور بخير ولا خير، غير هو الفرق بين ما قبل الحقبه اللي كنهضروا عليها الزبون الماء والحقبه ديال دابا، ان اولا بعدا ما كانوش هاد المنتجات، وتالا كانوا ممكن يكونوا كانوا بواحد الثمن اللي هو باهظ. ثانيا اننا ملي كنهضروا على الحقبه ديال كنعطيو الزبون الماء، كنهضروا على واحد الحقبه اللي كانوا عندنا فيها الطيور قلال. ممكن انا نهضر على راسي، مثلا كان عندنا طير جوج ثلاثه ديال القفوزه ديال التفراخ، اربعه القفوزه ديال التفراخ، كتصوب الوالده الخص ديال الشلاضه، كنهزوا لها جوج ورقات ديال الخص، كنمشيو ندوروهم على دوك القفوزه، ولا كان التمر كنمشيو نهزوا التمر ونعطيهم التمر نقسموا على جوج. التفاحه كنقسموا التفاحه، النص ديالها كناكلوها والنص ديالها كنقسموا على اربعه ديال المرصوات، وكنمشيو نعطيو على دوك الاقفاص، وحنا كنقولوا راهم خداو الفيتامين مزيان وكانوا بخير، عايشين بخير وعلى خير. لكن الحقبه اللي كنهضر عليها دابا انا، اللي هي حقبه مثلا فيها الاخوان اللي عندهم مثلا الانتاج ديال المباريات، عندهم طيور كثيره، ولا الاخوان اللي كيديروا الانتاج للبيع والشراء، عندهم واحد العدد كبير ديال الطيور. هذا العدد الكبير ديال الطيور من الصعب تلبيه الحاجيات ديالو، اللي هي الماكله، فيتامينات، بروتينات، املاح معدنيه، كربوهيدرات، هذا الشيء كاع كنعرفوه، خاصنا نلقاوه في منتجات كما كانت، يا اما نلقاوه في الخضره وفي الربيع، ونلقاوه في الفاكهه ونعطيه لهم، يا اما كنلقاوه في هذه المنتجات المعلبه. المشكل ديال اننا نلقاوه في الطبيعه، ما التفاح قبل كنا كناخذوا التفاح نقسموه على جوج وناكلوا نصها ونص نعطيو للطيور، دابا ولا خصنا صندوق ديال التفاح، اللي عنده صندوق تفاح في الشهر ولا هذا، اللي خصنا نجيبوه. ومشكل ماشي غير في العدد ديال الفاكهه ولا هذا، المشكل حتى في الوقت اللي كيطلب منا، لان التفاح خصك تغسلو، خاصك تقسمو، خاصك تفرقوا على 50 قفز، لان ملي كنهضر على الاخوان اللي كيديروا مثلا طيور دي مباريات، كتلقى عندهم مثلا واحد العدد ديال الاقفاص 50 كريه، 50 كريه هي 100 طائر، 100 طائر ملي كيجيو ثاني الاولاد كتولي مثلا في 200 300 طائر في البيت ديال الطيور. باش تعطي ال 200 طائر و 300 طائر تفاح، عندك جوج مسائل: الاولى العدد ديال التفاح اللي خاصك تجيب، ثانيا الوقت اللي خاصك تعطي التفاح وتحيد التفاح، لان المشكل فين كيوقع. انا المشكل ملي كنقولوا قبل كنا كنعطيو التفاح، راه ساهل، كتجي تعطي التفاحه كدور 3 سوايع، ولا داك مرصو التفاح كتعطيه للطير ولا الكوب كدور كتلقاه ساهله. دابا الاشكال فين، اننا انت ملي كتعطي مثلا واحد العدد ديال الطيور ديال 50 قفز، كتعطيه التفاح، الوقت بعدا باش تعطيه 50 قفز راه ماشي سهله. انا كنهضر على الناس اللي ممكن عندهم الوقت محدود، ما يمكنش نهار كامل يبقاو مع الطيور ديالهم، اذا خاصك تعطي 50 تفاحة الدور تعطيها، زعما 50 مرتو ديال التفاح الدور تعطيه على 50 قفز. هاد الشي بلا ولاد، ملي كيولي عندك الولاد تاني كتزيد. التفاح ما يقدرش تخليه نهار كامل، لان كيتاكسد كما كنعرفو، وكاين بعض المأكولات اللي ما تقدرش تخليها نهار، كالبيض مثلا اللي عناخدو منه البروتينات، اذا خاصك تعطيه وتحيدو. اذا حنا انت وليتي خاصك الوقت ديال تعطي وتحيد، حيت الا ما درتيش هاد ما تثبتيش راسك باش تعطي وتحيد في الوقت المناسب، كيولي مضر داك الشيء اللي كتعطي. هو انت كتعطي طبيعي ولكن كيولي مضر. ناهيك ثاني على المسائل اللي كيكون فيها الادويه، لان كنعرفوا دابا حنا المنتوجات الفلاحيه اللي كنلقاو بعض المرات في السوق راه كتكون فيها الادويه، كالخص، كالخيار، كبزاف ديال هذا، الا ما تغسلتش مزيان وتنقات مزيان كتولي مضره. اذا حنا بغينا نعطيو الطبيعي حتى ولينا كنضروا الطيور ديالنا. عكس هاد المنتجات دابا اللي كنلقاوهم حنا في العلب، ان اولا اقتصادية، لان مثلا غادي تلقى واحد البرودوي اللي كيقول لك دير 5 غرام في كيلو ديال الباطين، انت كتعطي نص كيلو ولا رابعة ديال الباطين، انا راه وليتي في 2 غرام ونص، ولا في غرام 25، الباكية فيها 100 غرام، فيها 500 غرام، اذا راه اقتصادية ومفعول ديالها راه كيبان لك.
بيان سور انا كنهضر مره اخرى، هذا الشيء راه ماشي لان احنا ما نهضروش دابا في البرنامج. انا شحال من واحد الاخوان كيقول لك اعطيني البرنامج، راه البرنامج الاخوان ديال كل مولوع راه كيخصو، راه ملي كتهز البرنامج ديال واحد المولوع وكتهزو وتعطيه البرنامج لواحد اخر راه كاين مرات ما كيخدمش ليه. علاش؟ لان الطيور اللي كيربيها هذاك السيد ماشي هي الطيور اللي عندك انت. الطيور مطلوقه في الفولير، عندها واحد السعله الحراريه اللي كتنفق في النهار، اللي كتخرج في النهار اكثر من اللي عندك انت. علاش؟ لانهم عنده في الفولير وانت عندك قفزه صغار، اذا هما خاصهم اكثر، خاصهم ممكن الطيور اللي عنده هو كبيره، انت عندك طيور صغيره، اذا داكشي اللي خاصو ياكل. اذا راهم في جميع المكملات الغذائيه راه كتلقى طريقه الاستعمال والعدد ديال الجرامات اللي خصك دير في الاكل ولا في الشراب اللي كتعطي للطائر. اذا حنا نحاولوا نركزوا على شنو كاين في المنتوج، وطبعا كتبقى الملاحظه وكتبقى المراقبه ديال الطيور ديالك، واش هذاك المفعول اللي المنتوج اللي كتعطي عنده مفعول ولا ما عندوش. اذا باش ندخلوا للموضوع، كنخدم اغلبيه ديال المكملات الغذائيه كناخذهم من شركه كويكو. هذه الشركه هذه اللي شركه المانيه اللي معروفه، انا من 2012 وكنستعمل هاد المنتجات، والحمد لله عندي نتائج اللي هي الحمد لله جيده. شركة اللي ممكن ما كانتش معروفة قبل، لكن دابا ولات عالميا، ولاو بزاف المربين كيستعملوا هاد الأدوية ديال هاد الشركة. ملي كنقول أدوية كنهضر على المكملات الغذائية، لأن حنا عندنا في المغرب هاد الكلمة ديال الدواء كنستعملوه بزاف، ولكن ملي كتجي تشوفها كتبقى غير مكملات. علاش؟ بعض المرات كيكون الناس خاطئين كيقول لك لا راه كيعطي الدواء، راه ماشي الدواء، راه مكملات غذائية. الدواء راه هو اللي كيتشرى من البيطاري، هذاك هو الدواء. ما هادو راه ما كيتشروش من البيطاري، هادو راه كيتشروا من شركات اللي كيصوبوا. وهاد الشركه كويكو راه ما كتعنيش ان فيتامين سي ديال شركه كويكو احسن من فيتامين سي ديال شركه اخرى. فين خصك تراقب مثلا الفرق بين شركه وشركه؟ ان الكميه اللي كتكون مثلا كتكون مركزه في هذاك الدواء تقدر تعطيك فكره على اننا نستعملوا هذه الشركه ولا لا. علاش نشرح؟ لان في واحد الدواء كتلقى داير 15 مليم في لترو، وفي نفس المكون ديال نفس مثلا ناخذ كالسيوم، كتلقى شركه اخرى كتقول لك دير 5 مليم في لترو. شنو هو الفرق؟ هذاك 15 مليم خصك دير في لترو والاخر 5 مليم. اذا هذاك 5 مليم راه مركز. اذا انت الا كتستعمل واحد العدد ديال اللتروات في النهار اللي عندك واحد الكميه كثيره ديال الطيور، مزيان تاخد ديال 5 مليم على ديال 15 مليم، لان 15 مليم راه دغيا غيتقاد لك. اللي عندك علبه فيها 100 مليم راه قسم 100 على 15، والفرق راه هو اللي غيقاد لك في اللترو في النهار مثلا، ملي غتكون خدام في وقت الفراغ. عكس ان مثلا واحد الدواء اللي فيه 5 مليم راه غيدوم لك اكثر. هذه الاولى. ثانيا، ملي كنشوفوا بعض المكملات الغذائيه كتلقى فيهم غير كميات قليله، مثلا كتلقى في بعض المنتوجات بحال المنتوجات ديال طابير نيل ديال اسبانيا مزيانين، ولكن كتلقى فيهم 15 مليم. داكشي قليل، 15 مليم اللي عنده 20 كوب راه ما يمكنش يخدم به 15 مليم. اذا كتولي تلتجأ للمنتوجات اللي فيها كميه اكثر. اما ما تبقى المنتجات واش مزيانه، حتى حنا كندور على مكملات غذائيه ما كندورش دابا على الدواء. مكملات غذائيه راه بحال انت دابا كتمشي تاخد واحد كتقول خاصني فيتامين سي، الطبيب قال لي خذ فيتامين سي باش ما يضربنيش البرد. كتمشي خاصك فين كتلقى فيتامين سي؟ اما كتلقاها مثلا في الكيوي، كتلقاها في الليمون، كتلقاها في الفريز، كتلقاها بزاف ديال المنتجات. الا بغيتي تاخد كيلو ديال الكيوي راه ماشي هو كيلو ديال الليمون بالنسبه للثمن. وعلاش غالي؟ لان ممكن النضره ديالو قليل، ممكن الكونسونطراسيون ديالو، لان عاد تاخذ كيويه وحده بحال عاد تاخذ مثلا نص كيلو ديال الليمون ماشي بحال، ولكن راه كيبقى واحد غالي وواحد رخيص. واحد كاين موجود العام كامل، وواحد كاين مثلا ناقص كيجي واحد فتره محدده في العام. هاد المقارنه هي اللي خاصك دير في المنتوجات باش تخدم. بالنسبه لي انا باش ندخل في الموضوع لان باش ما نطولوش، طبعا كاين هاد المنتوج هذا ديال فيتامين، طبعا كنعطي غير هو كملتي فيتامين، كيدار يا اما في الماء يا اما في الماكله. ملي كنكون نعطي شي حاجه فازقه مثلا الكسكسو ولا البير موربيد ولا الريسك، فيه تقريبا كاع الفيتامينات اللي كتحتاجها الطائر، ومركز بفيتامين بالليمون، فيه حتى الليمون بالنسبه للفيتامين سي اللي هي مهمه جدا في الوقت ديال البرد ولا في الوقت ديال الستريس ولا هذا منتوج ديال الشركه ديال فيرباك، هذا ديال اوسيفيرول باش كنخدم ديال الهياجه. فيتامين او مركز حتى هو كما قلت قبيله، هذا فيه رابعه
اذا اللي كيساعدني انا في هذا رابعه، لان كنستعمل منه جوج قرعات على حسب عدد ديال الطيور اللي عندي، باش انك توجد بهم الطيور. لا قلتها كانت شي حاجه قليله ديال 100 مليم، ولا هذا ما كيقدنيش. منتوج هو اللي كنخدم به من 2013 ولا 2014، والحمد لله عنده نتائج حسنه. غير بين قوسين راه ماشي الفيتامين او اللي كتعمر البيض الاخوان، اللي كيعمر البيض راه هو التوجاد ديال الطيور. ملي كنقول التوجاد ديال الطيور هي من كيبداو البداله وانت غادي معاهم، حتى كيبدلوا كيرتاحوا، كنزيدوا لهم الضوء، كنعطيهم المكملات الغذائيه، الراحه، ما كاينش الجميله، ما كاينش ستريس، ملي كيجي وقت الفراغ كنعطيهم فيتامين او كمكمل هو كيوجدهم باش انهم كيبيضوا. راه ماشي نجيبوا الطير من السوق اليوم ونعطيوه 5 ايام ديال فيتامين او ونقولوا راه غادي يعمرنا البيض، ومن ما يعمرش البيض نقولوا داك الفيتامين او اللي خدمنا به راه ما مزيانش. هذه قوس بين قوسين. هاد فيتامين بي طبعا راه كاين في هاد الكومبيكس اللي قلنا حنا قبيله، هذا راه فيه لا فيتامين بي، غير هو هاد فيتامين بي كونسونتري. فيتامين بي كنخدم بها مهمه للاولاد ملي كيكونوا في وقت التفراخ، ملي كيكونوا كيتفطموا. مهمه للمشاكل اللي كتكون ديال العصبيه، مثلا كيكون بعض المرات الطير عنده هذاك اللي كيبقى يدور في الراس، ولا كيبقى عنده واحد لي ريفلكس كيبقاو كنشوفوهم حنا متكرره في الطائر، هذا كتكون مشكله عصبيه. كنعطيهم هذا الفيتامين بي اللي هو مركز، كنلقاوه في شركات اخرى ثاني. هاد كويكوميد اللي هو ديال لوغيغو، هذا هو اللي كندير به انا، لانه ثاني بعض الاسئله كيجيو ديال التبييض، انا ما كنبيضش الطيور بمنتجات كيميائيه. هذا وجهة نظر ديالي وكتخصني انا، كاينين الاخوان اللي كيربيو وكيديروا التبييض. المهم هو تكون عندك تشوف نتيجه في الطيور ديالك، هذا هو المهم. كما كنقول ديما ماشي تتبع الطريقه ديال فلان ودير فلتلان، المشكله هو تلقى داكشي اللي كتعطي للطيور ديالك انه كينفعهم، ومن كيجي وقت الفراخ ما كتلقاش مشاكل. انا كنخدم بهاد هاد هاد كويكوميد اللي كيقوي المناعه، وطبعا كويكوميد معروف حتى هو بانتي باكتيريان اونتي فونجيك، كاع كيداوي كاع المسائل ديال السالمونيلا مثلا، كاع الكولي، كاع المشاكل ديال الكولي، كوكسيديوز، هادشي كاع كنعرفو حنا، كنحاولو نطهرو حنا الطيور ديالنا قبل ما نخدمو بيهم، لان هاد البكتيريا كتنقل الولاد عن طرف من طرف الاباء. اذا هذا كنعطيه انا مثلا العام كامل، كنعطيه مره في السيمانه، ومن كيجي الوقت ديال التفراخ كنعطي 5 ايام متابعه للطيور كامله في البيت ديال الطيور، 5 ايام متابعه. ومن كيجي الوقت الفطيم الاولاد ملي كيهبطوا من عند والديهم كيبقاو واحد السيمانه ولا 10 ايام، كنكون جمعت في الفوليره مثلا واحد العدد ديال الطيور كنعطيهم حتى هما 5 ايام متابعه. هو طبيعي 100% طبيعي، ما كاين حتى شي عواقب عنده ولا مخلفات هرمون ما كنعطيو، عكس بعض الادويه الكيميائيه اللي كنعرفو حنا كاملين ملي كنعطيوها كيكون بعض المرات المخلفات على 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 الطائر من مورا الاعطاء ديال واحد الدواء لخمس ايام ولا هذا. هذا المنتوج كالسيوم كما قلت قبيله، كاين بعض بزاف المنتجات ديال الكالسيوم وخدامين، ماشي ما خداميش ديال شركات اخرى. كنخدم انا بهذا ديال كويكو، لان اولا مركز، ثانيا فيه اترو. اذا هذا المركز كدير 5 ملي مثلا في ليترو، مزيان 5 ملي في ليترو. انا كنعطي جوج ليترو تقريبا في النهار ديال الماء، 10 ملي 10 ملي، هذا فيه 100. اذا راه هي جيتي قسمتي 100 1000 على 10، راه هي 100 مره. اذا عندي 100 مره كنعطيه، اذا راه مزيان. ملي كنكون نعطي جوج ليترو بالمره كنعطي غير ايترو ولا ايترو ونص. كالسيوم كنعرفو مهم جدا بالنسبه لهاد الفتره ديال 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 البريباراسيون ديال الطيور. حنا نرجعو من بعد الملخص نديرو شنو كنعطي دابا حاليا. لا فيتامين سي ولا بيوتين، هاد لا فيتامين سي مركزه، هادي كنعطيها انا وقت تاني التفراخ، كنعطيها ملي كيكونوا بعض المرات الطيور عندهم ستريس، مشاو للكونكورات، جاو من الكونكورات، داروا شي طريق بعيده ولا هذا، كنحاولوا نعاونوهم. وطبعا في وقت البرد حتى هي كتعاون بحال بنادم، حتى هي فيتامين سي وقايه، و ما كنوجدوهم الجو شويه بارد. هاد لابيوتين ديال الريش، هاد لابيوتين كتنفع وقت ملي كنكونوا الطيور في البداله، ولا في الطيور يا اما الكبار يا اما الصغار ملي كيبداو يكونوا الريش ديالهم، كنعاونهم ملي كيبداو يدفعوا في الريش. مهمه جدا سورتو بالنسبه للطيور ديال الشكل اللي كيكون عند الريش ديالها، خصو يكون قوي. هاد المنتوج هذا ديال البروكولي، هاد المنتوج كما بروكولي هو مجفف، اوكي، المهم مجفف كيدردر في
في الباطي ولا في ممكن يكون عندهم مكمل غذائي كنقدروا نزيدوهم معاهم. كما قلت قبيله، لان دابا الفرق بين كاين اللي يقول لك راه كاين البروكولي في الزنقار نعطيه، حتى انا راه كنعطيه، مي كنلقى البروكولي وكيكون نقي ولا شي واحد عنده بروكولي بيو اللي ما فيهش الدهون ولا شي حاجه، راه كنت انا كنقسمه كنعطيه، وكان مزيان تعطيه للاولاد هما يلعبوا به ياكلوا يتعلقوا مزيان، ولكن بعض المرات ما كتلقاش في العام، بعض المرات كيكون مثلا قليل ولا فيه الدواء، اذا مين كنعطيو بهذا كميه قليله مثلا غادي ديرها في كيلو ديال الباطي راه غدوم لك اكثر، ماشي بحال لو فيه هو غنيته هو بالبروتين. اذا المسائل اللي كتكون غير مزيانه ما كنعطيهش طول العام، مين كيكون متواجد راه كنعطيه، مين كيكون متواجد راه ما كنعطيهش. هاد ثلاثة المنتوجات نهضر عليها بثلاثة، لأن حتى هي كدار في الباطي، اللي هي لوفير دو بيير، طبعا اعتذر، لوفير دو بيير اللي هي غنية بالبروتينات ومزيانة حتى للريش، لاسبيرولين اللي هي حتى هي غنية بالبروتينات، هادو بروتينات نباتية، يعني احنا كنعرفوا دابا كاين البروتينات اللي كتكون نباتية وحيوانية، نباتية سبيرولين ولوفير دو بيير، سبيرولين غنية بلي زاسيد اميني وبروتين، وهذا التومة اللي هو انتيبيوتيك ناتوريل طبيعي. طبعا ثاني راه مرة اخرى كاين اخوان اللي غادي يقول لك لا راه التومة نديرو التومة في اطرود الماء ونخليها ومن بعد هذاك الاطرون ناخد منه ميليم ونديرو في الشرابة، الله يسخر، حنا ما كنقولوش هادشي ماشي ما مزيانش ديروه، بالعكس، ولكن انا ما عنديش الوقت شخصيا باش انا ندير الثومه ونعطيه وندور الماء، رغم ان الريسك كثير، ان انا مثلا نقدر الدوزاج نديرو الدوزاج مجهد ويولي مشاكل اخرى ديك الساعه. هذا غبره، هادو ثلاثه غبره، هادو ما كيتخلطوش في الماء، هادو كيتخلطوا مع الباطي. الادويه الاولى اللي شفناها، من كنقول ادويه ثاني مكملات غذائيه، هذا ريفلكس كيبقى ديما يخرج عندنا، حنا كنقولوا الدواء مكملات غذائيه كتعطى في الماء، هادو كيتعطاو في الباطي. هنا هذا بيرفورم، هذا بروبيوتيك وكيساعد على الهضم، هذا الشركة ديال ريد، هذا كنستعملو حتى هو واحد 4 سنوات دابا ولا 5 سنوات، اللي هو مزيان، اللي هو زايد فيه الارجيل وفيه الحلبة وخلاص، فيه الكالسيوم، غني بالكالسيوم ومهم تل الهضم ديال الطيور، اذا كيساعدهم سورتو الاولاد ثاني صغار ملي كيكونوا باقي عندهم الجهاز الهضمي ديالهم لا كيتكون، لي زونزيم ديالهم باقي ما مزيانينش، وهذا لا كيفورميو في الجهاز الهضمي ديالهم، كنعاونهم كنديروا لهم تما في الباطي ملي كيكونوا كياكلوا. هذا بروتين، بروتينات كما قلت قبيله، هاد البروتين 90، علاش بروتين؟ لان البيض، انا كنعطي البيض ولكن كندير بيضه وحده في الكيلو ديال الباطي اللي كنعطي مثلا ملي كنكون كنخلط الباطي، علاش بيضه وحده؟ لان ما نقدرش ندير البيض بزاف، لان اولا كنعطي الباطي الصباح ما كنعاودش نبدلو، نقدر حتى العشيه ولا الغد ليه الصباح، اذا لا درت كما قلنا قبيله البيض وخليته النهار كامل ودرت البيض بواحد الكثره، كيقدر هذاك البيض كيولي ما مزيانش، اذا انا كنعاون بالبروتين اللي هو ديال هذه الشركه، هذه بيتر سبيشال، هذا كان كان آه كنعطيه لهم انا في الباطي، ولا كنعطيه لهم في البير الموربيد، ولا داكشي اللي كنعطي خط خضر اللي كنخلط لهم، وكيعاونهم باش انهم بيان سور البروتين ها كنعرفوا، لا بالنسبه للطيور الصغار لا بالنسبه للطيور الكبار، الطيور الكبار راه هو مهم جدا الفتره ديال البريباراسيون ديال النساوي مثلا، ولا الدراري الصغار باش انهم النمو ديالهم هما ديال الهيكل ديالهم لي زو ديالهم العظومه ديالهم كاع، بالنسبه للطيور الكبار مهم جدا لان كياخذوا به هذيك لافورم باش كيكبروا، اذا راه منتوج حتى هو واقتصادي، علاش؟ لان كما قلنا قبيله لجينا نبقاو نعطيو البيض خصنا نعطيو كيلو ولا كيلو ونص ديال الباطي، ولا على حسب الوقت اللي كيكون عندنا فيه الاولاد بزاف، 2 كيلو ديال الباطي خصنا نبقاو نعطيو 10 د البيضات ولا 5 د البيضات، ولا على حسب لي بوزوان ديالنا الاحتياجات ديالنا في البروتين، راه كنوليو في واحد بعض المرات شويه الثمن كيكون غالي. هذا جريت، مينيرال جريت، هذا مهم جدا لا طول العام، طبعا هنا كنعرفوا الجريت راه متواجد بزاف ديال المنتوجات وكنلقاوه، مهم اللي كيستعملوه كيديروا بوحدو ولا كيديروا في الباطي، انا كنستعملو كنديروا في الباطي، هو غني بالكالسيوم الفوسفور الصوديوم هذاك الفحم الصوندغ ولا الشاربون، كيكون كاع هادو مسائل اللي مهمه جدا للجهاز الهضمي ديال الطائر.
كيتباع هو فيه كيلو و 300 غرام حتى هو كيكون اقتصادي. واخيرا هذا ديال العومان، هذا السيل دو بان اللي كنعطيه للطيور انا باش كان يعوموا ولا كنديروا في الماء كنرشوا بهم، هذا مهم جدا حتى هو الريش، سورتو الناس اللي كيديروا الطيور ديال البوستور اللي كيكون فيهم واحد الريش، خصو اللمعان، خصو يكون كيبري لابغيونس ديالو، خاصو يكون مزيان. هذا كيتستعمل الاولاد ولا الكبار على طول العام حتى هو. اذا هنا كملخص هذو هما المكملات الغذائيه، ما كنهضرش على حنا نقدروا نديروا فيديو اخر نهضروا فيه على الماكله، هذا الشيء اللي كيدار في الماء ولا في الباطي. مكملات غذائيه مره اخرى ماشي ادويه، راه مكملات غذائيه واغلبيتها طبيعيه. ملي كنكونوا كنشوفوا لي فيتامين راه ماشي دي فيتامين سينتيزيزي، هذا فيتامين او، فيتامين بي، فيتامين سي، البيوتين حتى هي راه فيتامين، هذا ملتي فيتامين، بروكولي، لوفور دو بيير، هادو طبيعيين كاملين، شي طبيعي، هذا حتى هو طبيعي ناتوريل، هذا بروتين حتى هو راه كنخدموا به، حتى هو كيعوض البيض، مينيرال غري حتى هو راه زعما ما غاديش ماشي دواء. وهذا خلاص باش كيعوموا. اذا باش نرجعوا للنظام الغذائي اللي كنخدم انا على طول العام، على طول العام كنعطي كومبيكس، كنعطي كالسيوم على طول العام، كنعطي كويكوميد وشي الاخر كامل. هاد الشيء اللي كيدير في الماء، حتى لا فيتامين او راه مهمه جدا، حتى هي انتي اوكسيدون، راه ماشي غير ديال الهياجه، راه تقدر تعطي العام كامل، لو بغينا نعطيو العام كامل مره في السيمانه راه مزيانه. دابا حاليا باش كنعطي كنعطي حتى مازال ما كنبديش كنبريباري الطيور، لان انا باقي عندي واحد شويه ديال الوقت، انا كنطلق في شهر جوج في الاخر شهر جوج. اذا كنعطي ملتي فيتامين، كنعطي الكالسيوم، هادو كنعطيهم كنخدم بهم دابا حاليا. هذا كنعطيه مره في السيمانه كما قلت قبيله، حتى كيجي وقت فرح ما كنبغي نبريباري، كنعطيهم 5 ايام متابعه. فيتامين بي نقدر نعطيها مره في 15 يوم ولا مره في 20 يوم. وطبعا ملي كنكون كنخلط الباتي راه كنعطيه هاد المنتجات هادو ديال كيما قلنا سبيرولين قبيله، ولا ليفور دو بيير، ولا التومه، ولا حاليا كنعطيه مثلا في الباتي، حنا غنشوفوه مع الماكله من بعد في فيديو اخر، كنعطيه بريد ماكس، كنزيد هاد البروبيوتيك، هذا مينيرال غريد حتى هو كيتعطى. هادي كاع منتجات اللي ما نخافوش منها الا تعطات بزياده. طبعا حنا ماشي غادي نفرطوا في الاعطاء، نبداو نعطيو كل نهار خصنا نعطيو حاجه ندوبلوها 7 ايام في السيمانه، راه ما يمكنش. حنا كنحاولوا نحسبوا، نعرفوا بعد المستلزمات ديال الطيور ديالنا، ونحاولوا نحسبوا ونشوفوا الطريقه اللي غنخدموا بها حنا شخصيا. كما قلنا راه ما يمكنش لنا غدا ناخذوا برنامج ولا بروغرام ديال واحد الشخص ونطبقوه علينا حنا وراه غادي يخدم، لان دابا واحد اللي غادي يقول لك عطيو مثال، واحد اللي غايقول لك انا كنعطي بروتين، دابا هاد سبيرولين فيها البروتين، لوفر دو بير فيها بروتين، هذا بروتين، هذا كما قلنا نباتيين، هادو نباتيين، وهذا حيواني. اذا الا كنا كنعطيو حنا هاد المنتجات بثلاثه، راه ميمكنش نسبه البروتين غتكون ثاني فايته بزاف. اذا راه حتى ملي كنفرطو في حاجه راه كنقدروا نقيسوا الكبد. اذا حاسنا حنا نعرفوا ملي كنكون كنعطيو مثلا غير نعطيو سبيرولين، واش نعطي لوفير دو بيير فداك النهار اللي نعطي فيه سبيرولين ما نعطيهش لوفير دو بيير، ولا ملي نعطي بروتين هنا نحاول نتفادى نعطي هاد الجوج هادو. ماشي راه غادي الا عطينا قسمنا النص النص راه مزيان، ولكن الا عطينا 5 غرام مثلا، كيقول لك 5 غرام من هادو 5 غرام من هادو، عطيناهم بجوجهم راه حنا ولينا عطينا 10 غرام، وحنا خاصنا غير 5 غرام من الاحتياجات ديال الطائر. هذه غير امثله، ما كنقولش مره اخرى كل حاجه وعندها مكتوبه في الباطه ديالها والاستعمال ديالها راه مكتوب شنو خصها تعطي. من غادي نبدا نوجد انا الطيور، كنخدم كنوجدهم كنعطي هذا 15 يوم هو والكالسيوم مخلطين، كنعطيهم 15 يوم متابعه كما كيقول سميتو الدواء، هو بوندون 15 جو 15 يوم متابعه. ومن كيسالي 15 يوم كنطلق كنبدا نعطي جوج مرات في السيمانه. طبعا حنا راه قلنا راه ماشي حتى كنبدا نبريبار عندها نبدا نعطي كالسيوم، الكالسيوم راه كنعطي العام كامل.
اذا راه من كيجي وقت البريباراسيون راه كيكون عندهم شنو خاصهم هما، غير هما كنزيدوهم واحد النسبه اللي هي كتكون مداومه كل نهار، كان اما هو راه كياخذو مره في السيمانه، اذا راه ما عندوش نقص فيه، لان داك النقص اللي كنا جارينو العام كامل راه صعيب باش اننا غادي نخلفوه في 15 يوم باش نردو ليهم هذاك النقص 15 يوم. طبعا الفيتامين هو ضروري كنبدا نعطيه ملي كنكون البريباراسيون، كنزيد مثلا دابا كنعطيه مره في السيمانه ولا جوج مرات في السيمانه، كنبدا نعطيه جوج مرات ولا ثلاثه في السيمانه ولا ثلاث مرات في السيمانه. وخلاص البروتين راه مزيان حتى هو البريباراسيون، حتى بالنسبه للقشره ديال البيضه وان الطيور راه مهتم ملي كيكونوا بيض والبيض كيكون كبير وكيكون عنده القشره مزيانه، ما يكونش مشكل ديال ديك القشره اللي هي ديال ما فيش قشره، ما مكوناش القشره ما مكوناش، كيكون البيض ما عندوش قشره كيكون خاسر. اذا هذه هي نقدروا من بعد الا سخر الوقت الا عندي الوقت وهذا راه نقدروا نشوفوا البروغرام ديالي انا باش كنخدم، راه ماشي مشكل، ولكن مره اخرى راه ما كاينش هذا البروغرام هو اللي خصكم تخدموا نتوما هو اللي غيخدم لكم، راه خاص واحد يبحث شويه ويقلب على بروغرام اللي كيناسبه هو. هذا الاخوان بالنسبه لهاد المكملات الغذائيه، مكملات غذائيه اللي دابا كما كنقولوا راه متواجده في الاسواق، كاينه في الاسواق والحمد لله، كاين الاخوان اللي كيوجدوهم في الاسواق رغم هاد الفتره اللي هي شويه صعيبه ديال هاد الكورونا والحدود مسدوده، وهذا كاين كنلقاو اخوان اللي كيجيبوا هاد المنتوجات. كان حتى انا لقى الاخوان اللي باغيين يعرفوا اكثر على هاد المنتوجات راه كاينين في الصفحه ديالي الرسميه اللي غادي تلقاوها هنا في هاد الباج ديالي انا ديال الانترنت. وبالنسبه للاخوان اللي كيجيبوا السلعه راه حتى هما راه تلقاو تاهم الرابط ديال مين كناخذ انا السلعه ديالي مين كنتقداها، وراه كاينين الاسماء وكاينين اللي بغى ديك الساعه الهاتف راه يتصل بيه في الشخصي يكتب لي في الشخصي وراني نجاوبو في الشخصي نقول ليه مين كناخذ انا المسائل ديالي. ومره اخرى احنا ما كنقولوش راه الاستعمال ديال الطبيعي ماذا يعني طبيعي، لان هذا طبيعي هذا هو طبيعي، ولكن زعما ملي كنقول الطبيعي اللي كيقولوا الناس الطبيعي هو نعطيهم الفلفله حمراء ونعطيهم الباربا باش نلون ونعطيهم البصله والثومه والخل التفاح مزيان، هادشي كاع مزيان اذا كي يناسبك الله يسخر كمل عليه وهذاك هو الهدف. اذا ما كيناسبكش لان قليل بالنسبه للعدد ديال الطور اللي عندك، لان فيه تماره لان فيه لو ريسك ان التخليطه نقدر نخلط شي حاجه وتبقى في المكتر وتولي كيميائيا، لان حتى هي داك التفاعل الكيميائي راه ماشي غير في المنتوجات اللي هي غير طبيعيه، حتى في اي حاجه عندها تفاعل كيميائي، ملي كنديروا البصله في الماء راه كاين واحد التفاعل تما، واش خصو يبقى ساعه ساعتين، واش خصو يبقى 6 سوايع، واش بزاف، واش خصو يكون في الثلاجه، واش خصو يكون في واحد درجه الحراره اللي هي مضبوطه، هادشي كاع ما كندرسوش حنا ملي كنكونوا كنخلطوا راسنا دوك الخلطات ديال جدودنا كما كنقولوا ديال موادنا، حنا ما كندرسوش داكشي كنخلطوا. كيقول لك واحد راه داير في اطرود الماء خليه يبات والصباح يد منه 5 مليم وعاود ثاني ديرو في اطرود الماء مزيان، ولكن داكشي راه يقدر يكون فيه خطر والله اعلم. انا ما كنقولش راه ما مزيانش، ولكن الواحد ياخذ الاحتياط ديالو ويشوف واش مسلك ولا مسلكوش، لا كان مسلكك الله يسخر، هذاك هو الهدف ديال الولاعه ديالنا حنا وديال البحث، انه ديما خص واحد يكون كيبحث وكيجدد المعرفه ديالو باش انه يوصل للنتيجه اللي هي بغى يشوفها في الطيور ديالو. ويكون فيديو اخر ان شاء الله راه نديرو فيه الاكل ديال الطيور اللي كنقدم لي انا الماكله، لا في الميلونج لا في الباتي اللي كنعطي، باش تاخذوا فكره على المنتوجات اللي كنستعمل انا. مره اخرى هاد المنتوجات راه ما كتعنيش هي اللي خصها تستعمل وما تستعملش منتوجات اخرى، راه كاين منتوجات اخرى كلشي، باش ما نقولش راه كندير الاشهار لواحد الشركه ولا هذا، انا كنقول المنتوجات اللي كنستعمل، اللي كيستعمل شي منتوجات اخرى يقدر يبارطاجي معنا ويقول لنا حتى هو النتيجه ديالو اللي كيوصل ليها بهذوك المنتوجات. الله يسخر الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.